عبر المزارعون في محافظة المنيا عن فرحتهم بحصاد محصول البطاطس والذي حقق نجاحا وفيرا هذا العام. هذا وتعد محافظة المنيا هي الأولى في إنتاج البطاطس على مستوى الجمهورية، حيث تمتاز بمناخ يتناسب مع زراعة هذا المحصول، كما أن مزارعيها لديهم خبرة كبيرة في زراعة تمتد لمئات السنين. وتبدأ عمليات حصاد البطاطس في المنيا منتصف شهر نوفمبر من كل عام وتستمر حتى منتصف يناير، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد بين 8 و12 طن، وقد حقق المحصول مكاسب مرضية للمزارعين الموسم الجاري.